السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة مع الحلقة الثالثة من شرح منهج الماس Primary 2 الصف الثاني الابتدائي Term 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا يا أصحابي موضوع مهم جدا في يونت 2 الوحدة التانية في الماس. طبعا احنا خدنا يونت 1 وخدنا يعني ايه جرافس وازاي نعمل تمثيل بياني على البار جراف وحلينا بعض الأمثلة عليه. والنهاردة هنبتدي نشرح في يونت 2 موضوع مهم جدا، حاجة اسمها الدبل مينتال ماس استراتيجي. دبل يعني مزدوج، يعني مضاعف، يعني زوجي. مينتال يعني عقلي، يعني ذهني جوه عقلنا. ماس استراتيجي طريقة لحل المسائل الرياضية بشكل منظم. فالدبل مينتال ماس استراتيجي او استراتيجيات الرياضة العقلية، بين قوسين كده ممكن نكتب المضاعفات او المزدوجات. يعني ايه الاستراتيجيات الرياضة العقلية اللي هي الدابلز او المضاعفات؟ طبعا الدابلز هنا بترمز للارقام اللي عدى بعضها. يعني مثلا لو قلت لك ان 2 plus 2 equal كام، هتقولي على طول equal 4. 2 plus 2 equal 4 و 5 plus 5 equal 10. 5 صوابع في الايد، 5 fingers plus 5 fingers equal 10. دي اسمها الدبل نمبرز او الارقام اللي قد بعضها، اللي هما بنضعفهم على بعض بنجمعهم على بعض، هما الاثنين قد بعض فبيدينا رقم سهل في عقلنا نقدر نحسبه في عقلنا بسهولة. طب لو قلت لك 4 plus 4 هتقولي على طول 4، اللي زي السبايدر ده مثلا عنده 1 2 3 4 4 legs، و 4 legs هنا كمان هتقولي equal 8، هتقولي equal 8 على طول لان الموضوع سهل. ده برضو يعتبر double numbers او رقمين قد بعض لما تجمعهم فعلك هيدولك نتيجة سهلة تقدر توصل لها بسهولة. طب لو قلت لك 6 plus 6 زي number cards دي، 6 plus 6 هتلاقي نفسك قدرت تجمعهم على بعض وتحسبهم وتقولي 12 على طول. طب في حالة ان انا قلت لك 6 plus 7، انت دلوقتي عارف 6 plus 6 بعد ما جمعتهم في عقلك او in your mental وعارف ان هما 12. في حالة ان انا قلت لك 6 plus 7 هتلاقي نفسك على طول زودت 1 على 6 plus 6 وهتقول لي 13. شاطرين ليه؟ لان احنا هنا استخدمنا الدبل نمبرز او الارقام المضاعفة، الرقمين اللي قد بعض اللي احنا كنا لسه جمعينهم على بعض اللي هما 6 plus 6 فهما 12. فوقت ما اقول لك 6 plus 7 هتلاقي نفسك على طول زودت 1 او جمعت عليهم 1 وهتلاقي نفسك بتقول 13 او 13. زي برضو لما اقول لك 4 plus 4 على number cards دي equal كام، هتلاقي نفسك بتقول لي equal 8 زي ما قلنا من شوية. فلما اجي اقول لك 4 plus 5 4 زائد 5 هتلاقي نفسك على طول رجعت للدبل نمبرز اللي احنا جمعينهم من شوية اللي هم 4 plus 4 وهتروح مزود عليهم 1 لان 4 plus 4 أقل من 4 plus 5 ب 1 فهتلاقي نفسك بتقول على طول 9. شاطرين 9 لأن هي أكبر منها بواحد بس. طب لو جيت قلتلك 4 plus 6 4 زائد 6 equal كام، المفروض إن احنا عندنا هنا 4 وعندنا هنا 6، فلو استلفنا 1 من 6 دي خدنا منها 1 وحطيناه هنا على 4 دي هيبقى عندنا هنا 5 وهيبقى عندنا هنا كمان 5، هيبقوا double numbers او رقم مضاعف، رقمين قد بعض فنقدر نجمعهم على بعض بسهولة. فيبقى عندنا هنا 5 plus 5. فزي ما احنا شايفين قدامنا لما ناخد 1 من هنا ونحطه هنا هيبقوا 5 plus 5 هيبقى equal 10 زي ما احنا شايفين. فلما نروح نطبق الكلام ده على lesson 11 درس رقم 11 في الماث بوك او في كتاب الرياضيات بتاعنا في بيج نمبر 15 او صفحة رقم 15، هنلاقيه في الجزء الثاني بيقول لنا use استخدم the double mental mass strategy استراتيجيات الرياضة العقلية اللي هي المضاعفات اللي احنا لسه كنا بنقول عليها من شوية to solve لتحل المسائل اللي هو مديها لنا. فأول ماس بروبلم أو أول مسألة رياضية بتقول لنا 1 plus 2،
1 plus 2 يعني 1 زائد 2. احنا طبعا عارفين ان 1 plus 1 equal شاطرين 2، يبقى 1 plus 2 equal كام؟ شاطرين كلكو 3. طب 3 plus 3، 3 plus 3 equal كام يا أصحابي؟ شاطرين هنلاقيهم 6. طب لما نعرف ان 3 plus 3 equal 6، لما اجي اقول لك 3 plus 4، 3 plus 4 هيبقى equal كام؟ هنا 3 plus 4 أكبر بواحد بس، and 3 plus 3 هيبقى equal 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب لو قلت لك 4 plus 4 equal كام؟ لما تجمعهم على بعض هتلاقيهم 8، شاطرين. طب لما اقول لك 5 plus 6 equal كام؟ احنا عارفين ان 5 plus 5 اللي هي صوابع اللي في ايدينا او our fingers، الخمسة زائد الخمسة equal كام يا أصحابي؟ 5 plus 5 equal كام؟ شاطرين هما 10. يبقى 5 plus 6 equal كام؟ هنا المجموع هيبقى أكبر بواحد بس، هيبقى 11، شاطرين كلكو. طب 7 plus 7، 7 plus 7 أو 7 زائد 7 equal كام؟ شاطرين 14. طب يبقى 7 plus 8 equal كام؟ احنا عارفين ان 7 plus 7 equal 14. يبقى طبعا على طول لما اقول لك 7 plus 8 هتلاقيها اكبر منها بواحد بس، وهتقول لي equal 15. و 8 plus 8 لما تجمع 8 plus 8 هتلاقيهم كام؟ شاطرين هتلاقيهم 16. و 10 plus 10 equal 20 زي ما احنا متفقين كلنا، لما لو جمعنا our fingers او صوابع ايدينا على our toes او صوابع رجلينا هنلاقيهم 20 او 20. يبقى 10 plus 10 equal 20. وبكده نكون شرحنا الـ double mental mass strategy أو استراتيجيات الرياضة العقلية المضاعفات. وتعالوا نحل lesson 12 أو الدرس رقم 12، وهو مبني على الاستراتيجيات العقلية أو الـ mental mass strategy. وبيقول لنا هنا في lesson 12 use the counting on. the counting on العد، العد فيما فوق يعني ان انا اعد بعد رقم معين في عقلي. the counting on mental mass strategy ان انا اعد، يبقى counting on يعني ان انا اعد فيما فوق او بناء على ال mental mass strategy، الاستراتيجية الخاصة بالرياضة العقلية اللي احنا بنحسبها في عقلنا. to solve لتحل the problems below. the problems below المسائل الرياضية below موجودة بالأسفل. وعندنا هنا نوعين من المسائل يا أصحابي. طبعا الكاونتنج اون زي ما قلنا إن احنا بنعد بناء على الرقم بنحطه في عقلنا، وبنعد يا إما فوق منه يا إما تحت منه، يعني يا إما نجمع عليه يا إما نطرح منه. فعندنا هنا الأد، أد يعني الجمع، وهنا السبتراكت، السبتراكت أو الطرح. في الأد هنا بيقول لنا 3 plus 12، 3 plus 12 equal كام؟ فطبعا الاستراتيجية التانية دي بقى اللي هي الكاونتنج اون mental mass strategy، دي تاني استراتيجية من الاستراتيجيات الخاصة بالرياضة العقلية، ان احنا نحط رقم في عقلنا ونعد بعد منه. فهو بيقول لنا هنا 3 plus 12، 3 plus 12 يعني 3 زائد 12، يبقى هنعد بعد 3 12 numbers، فنقول 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنا هنلاقي مجموعهم 15. في طريقة تانية أسهل بقى إن احنا نحل بيها، إن احنا نعد بعد الرقم الأكبر. يبقى نحط الـ 12 في عقلنا أو in our mental في العقل بتاعنا، وبعدين نعد بعد منها 3. بدل ما نعد بعد 3 12 ممكن نتلخبط، نحط الرقم الكبير في عقلنا ونعد بعد منه الرقم الصغير. يبقى عندنا في عقلنا رقم 12، هنعد بعد منه كام يا أصحابي؟ 3. لو عدينا على صوابعنا 3 يبقى هنقول 13 14 15، يبقى مجموعهم كام؟ 15 زي ما قلنا المرة اللي فاتت. يبقى كده المجموع صحيح، يبقى نكتب هنا 15. ففي البروبلم التانية أو المسألة التانية 10 plus 6، 10 plus 6 10 زائد 6،
احنا اتفقنا ان احنا نحط ان اور منتال لو فعلنا الرقم الكبير، يبقى نحط الكام يا اصحابي؟ شاطرين، التن. وهنطلع على صوابع ايدينا 6 وهنقول وهنعد بعد التن، او هنعمل counting on يعني، وهنقول 11 12 13 14 15 16. يبقى هنا عندنا 16 16، يبقى هنا عندنا 16. ولو حطينا ال 6 in our mental او في عقلنا وعدينا عليهم 10 هنلاقيهم برضو 16، فنكتب هنا 16. ونروح للسبتراكت او للطرح او عملية الطرح بناء برضو على ال counting on mental mass strategy او استراتيجية العد الرياضي العقلية. هنلاقيه بيقول لنا 8 minus 6 8 minus 6 يبقى 8 ناقص 6. هنا في عملية الـ subtraction او عملية الطرح احنا المفروض ان احنا هنقلل الستة من 8 او الـ 6 من الـ 8 علشان خاطر نعرف الفرق بينهم هنعمل ايه. بدل ما نحط الرقم الكبير فعلنا هنحط الرقم الصغير فعلنا. ده فين؟ ده في الـ subtraction او في عملية الطرح. يبقى في الجمع او في الـ addition بنحط الرقم الكبير فعلنا ونعد بعد منه نوصل للرقم الكبير اللي هو ناتج عملية الجمع. اما في الـ subtraction او الطرح بنعمل العكس، بنحط الرقم الصغير فعلنا ونعد بعد منه على صوابع ايدنا علشان نعرف الفرق بينه وبين الرقم الكبير. فهنا عندنا 8 minus 6 8 minus 6 يبقى 8 ناقص 6. يبقى نحط عندنا فعلنا 6 وهنعد بعد الـ 6 علشان نوصل لـ number 8. هنلاقي نفسنا بنقول 7 8. هنلاقيهم 2 بس، الفرق بين الـ 6 والـ 8 كام؟ 2. يبقى هنكتب هنا 2، يبقى 8 minus 6 equal كام؟ شاطرين 2. مرة تانية في الـ addition أو في الـ add في عملية الجمع بنحط الرقم الكبير في عقلنا ونعد بعد منه علشان نعرف المجموع، علشان نعرف مجموع الجمع. أما في الـ subtraction أو في الطرح بنحط الرقم الصغير في عقلنا وبنعد بعد منه لحد ما نوصل للرقم الكبير ونعرف الفرق بينهم ونعرف ناتج عملية الطرح. طب تعالوا ناخد البروبلم التانية او المسألة التانية. هنلاقيه بيقول لنا 15 minus 10، نحط انهي رقم في عقلنا؟ شاطرين ال 10. يبقى نحط في عقلنا 10 وهنعد بعد منها لحد ما نوصل لل 15. يبقى هنقول 11 12 13 14 15. شاطرين، يبقى كده الفرق بينهم 5، يبقى 15 minus 10 equal 5. شاطرين كلكم. وبكده نكون شرحنا الـ double mental mass والـ counting on mental mass strategy، الاستراتيجيات الخاصة بالرياضة العقلية، ازاي نحسب المسائل الرياضية ونحلها في عقلنا بشكل منظم ونطلع نتيجة صحيحة. وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. انتظروا الدرس الجاي، الدرس الجاي نشرح موضوع مهم جدا برضو في يونت 2 وهو النمبر تشارت أو الخريطة الرقمية، إزاي بنقدر نحل مسائل عن طريق خريطة الأرقام. مسائل الجمع والطرح هنحلها عن طريق النمبر تشارت أو خريطة الأرقام، وده موضوع مهم جدا وسهل جدا وهنحل عليه مسائل كمان. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو استفدت من الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.